أما الآن فنبدأ نشرتنا برحيل أحد نسور سلاح الجو الملكي في سماء بلجيكا مساء في أحد العروض الجوية الدولية التي طالما رفع خلالها اسم الأردن عاليا. فقد نعى جلالة الملك الحسين بعميق الأسى إلى الأسرة الأردنية الواحدة الشهيد النقيب الطيار المقاتل عمر هاني بلال عضو فريق نادي الصقور الملكي الذي لقي وجه ربه إثر تحطم طائرته أثناء قيامه بتقديم إحدى فعاليات ذلك العرض الجوي. وجلالة الملك الحسين إذ يحتسب الشهيد في ذمة الله لا يعرب عن أعمق مشاعر التعزية والمواساة لأسرة الشهيد وذويه ورفاقه وزملائه في سلاح الجو الملكي ونادي الصقور الملكي، ما يضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء والاحتساب. إن الله وإنا إليه راجعون. وكان شهيد عمر هاني بلال مثالا في التميز والتفوق والاقتدار في كل العروض والبطولات الجوية التي شارك فيها في العديد من بلدان العالم، حيث مثل وطنه العزيز أفضل تمثيل محققا له أعلى المراتب. بشار عمرو يعرض لنا في تقريره محطات من عطاء الشهيد عمر بلال. شهيد لم يعرف سوى البطولة، ومن خلال البطولة أراد أن يثبت اسم الأردن في سماء العالم. هذا هو الشهيد عمر هاني بلال الذي حمل اسم الأردن ونادي الصقور الملكية بفوزه في بطولات شارك بها منذ عام 94. الفوز بحد ذاته خلى الناس في أوروبا والصحافة والإعلام يزيد اهتمامهم للبلد. الصراحة كان له صدى كبير. ويمضي الشهيد الطيار في الاستعداد لبطولة كأس العالم، لكن القدر يقف حائلا أمام تحقيق الحلم. لحظات عصيبة أثناء المعرض الجوي المقام في بلدة أوستند الساحلية البلجيكية، يبدأ الطيار عمر التحقيق أمام الحضور كعادته، وما هي إلا لحظات حتى فقدت السيطرة على الطائرة. فكان المشهد التالي سقوط الطائرة على خيمة مقامة في المعرض الجوي. إضافة إلى الشهيد عمر كان هناك 8 موتى جراء تأثرهم بحطام الطائرة والوقود المشتعل. وعلى الفور بدأت تصريحات من بروكسل. وزير الداخلية البلجيكي يوهان فان بلانوس يبلغ أن من سابق أوانه تحديدا ما حدث بالضبط. Il terminait son programme et puis tout à coup est pris dans une tourmente et son appareil tombe carrément sur l'asphalte de la piste d'atterrissage. Il y avait quand même une masse de gens qui suivaient ce programme. المنية طارت الشهيد بلال في عمر مبكر، هو 29، بعد أن سجل التفوق خلال رحلته الجوية التي انطلقت عام 85. يسجل أن عام 94 حمل بداية التميز للطيار الشهيد، فقد فاز في ذلك العام بأفضل طيران للألعاب الجوية في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، واستمر الفوز بهذا اللقب عامي 95 و96. في عام 95 فاز ببطولة فريتلاند في أفضل عرض انفرادي في بيج تندر. كما شارك في ذلك العام في بطولة بريطانيا كأفضل ثالث طيار في بريطانيا، وحصل على الميدالية البرونزية. في عام 96 توج إنجازاته بلقب أفضل طيار في بريطانيا للألعاب الجوية. بحب أحكي للطيارين الأردنيين إنه إحنا كشعب أردني، مش بس الطيارين، عندنا القدرة وعندنا القدرة العالية للوصول لمراكز عالية في الرياضة بالعمل المستمر والعمل كإيد واحدة نقدر نحقق نتائج طيبة.